كانوا عم تأخروا. هلا انت متأكد انه الطيارة رح توصل اليوم وبكرة؟ رامي كأنه اليوم مرتفع عندك مستوى العبقرية. ايه مازال هيك بعد من جنبي احسن ما طرتشك بشوية عبقرية، بخاف عليك تمرض. وكأنه مرتفع عندك منسوب الغلاظة بالدم. ايه بعد لكن بعد احسن ما عاديك. لا بهي تطمن عندي مناعة لأنه دمي خفيف مثل ما بتعرف، خفيف كتير. حبيبي. هاي الحمد لله على السلامة. اشتقت لك ماما. اهلين رامي. الحمد لله على السلامة. تأخرتوا طيب. بعدين بحكي لك. مازن ابني ورامي ابن اختي. اهلا لبس. اهلا وسهلا. بابا خد ماما والمدام على البيت وبتدور على عادل وين ما كان تتصل فيه خليه يطلع على المطار عاوجه ضروري. بابا العيلة كلياتها بالمزرعة وانا عطرتكم على المشاوي بما فيهم عمو عادل. طبعا طالما مجموعين بالمزرعة بتروحوا على المزرعة ها؟ وشوف عمو عادل قول له يطلع ضروري عم ينتظروا هون، اوكي؟ اوكي يا الله سيدي لا غير سمحوا لنا، خلينا نشقيكم معنا اليوم. ولو يا اخي الناس لبعضها ونحن اخوان. طبعا اسمح لي نسيت نقدم لك نفسي علال بن وطية والمدام مهدية البستاوي. اهلا وسهلا تشرفنا. الله يبارك فيك، انا نعمل بسيكياتر طبيب نفساني. عن جد؟ فعلا. ومهدية تعمل سوسيولوج علم اجتماع. شرفنا. كأنه بينفذوا على خالتك نادية. هيك شي مدام مهدية لا تشغلي بالك أبدا، الحقيبة أكيد رح ترجع لك. شكرا بزاف. وهلأ إذا بتتفضلي مع فاتن على البيت مشان ترتاحوا شوي. إيه بعرفك على أهلي ورح تحبيهم كتير، وبالنسبة للتياب ما تاكليهم، تفضلي. يلا باي باي. مازن لا تنسى تبعت عادل بسرعة عم ننتظره. اوكي بابا تفضل. يا عزيزي هلأ لازم نطلع نقدم شكوى مشان الحقيبة. تفضل تفضل.